البنت اللي حكيت معي؟ هات لها شوف شو في عندك. مو بدك محمد؟ محمد موجود عندي، بدي اسلمك اياها. ايوه، وانت شو غايتك؟ ليش بدك تساعدنا لحتى نجيب محمد؟ ما في غايه ولا شيء، بس محمد عندي وبدي اسلمكم اياه. ليك اذا بحس بس بريحه خيانه منك قسما بربي لاخليك تدوق الموت 100 مره. امشي. ماشي. استنى شوي، بدي امك على تفضل. الو احمد، راح ابعث لك لوكيشن تاع الموقع، تمام؟ يلا ماشي، سلام. امشي. اهلا اهلا. هذا انت؟ لقيت ما حدا سمع عليك. لا يا خاين، لا. ليش راسك إيه؟ لا ما راجل ما شاء الله. نينكن علي؟ إيه لا ما حذرت، انا لحالي. روح عزي روح، قول لهم يطلع. ايوه والله لا اربي قرود السود فيك يا عرصة. هلا لو ارجيك المراجل يا من ياك. تعال شوف، تعال شوف. اطلع بروحك ولا جردون؟ انا جردون؟ إيه انت جردون. شو يا ابو مراجل؟ اثبتوا لك، لا تتحرك. عم تتكاتروا علي يا كلاب؟ اثبتوا لك بعرفها. حدي كأنه صوت البوليس. انا انحرق. سحبوا. سريع سريع. إذا تتحرك من أرضك طلع واحدة جايبة في نصها. إذا كانت تتحرك خليك ثابت. روح امشي. سحب شباب. ايه كاسير. لك انت شو نزلك يا زلمه؟ لك ما في شيء يا زلمه، من هيك من الحمد لله صرت احسن. لك مو اجرك عم توجعك؟ مشي حال مشي حال، ضلي صرت زي مثل الحصان. تا معي تا. هلا شوف فهمني شو صار معكم؟ ابو شريك اكلوا الطعام. انت خاين. انا خاين يا محمد؟ لك لك رؤيا ابن الحلال، انت مو خاين. الفكرة رح اعطيكم اياها انه رح نعملك خاين. انت رح تخوننا، رح ندخلك بالعصابة. بس شلون؟ غير مشكلة. الفكرة عندي، لا تهتم، انا عندي اياها، رح اشرح لكم اياها بالتفصيل. جاهزين؟ انا جاهز. انا كمان جاهز. طب اسمعوا وركزوا بالحرب. مثل ما بقول لكم تبدوا انت وياه. انا ما رح اقدر اتحرك، الشغل انتم اثنين. بدي منكم اشتغلوا بالضبط لحتى تجيبوا اللي بدنا اياه. تمام؟ موافق. اسمعهم. حلو كتير، يعني منان صار معهم؟ صار معهم. برافو. معناها أول شغلة لازم نعملها إنه نغير البيت. نغير البيت؟ إيه،
لانه هلا منان اول شغله راح يسالوه وين كانوا ساكنين، فهو راح يدلهم. فنحن شو راح نعمل؟ نغير البيت. تتذكر وقتها حكيت لك على ابن عمي؟ ايه سافر على اوروبا. حلو، وبيته فاضي. ممتاز. انا ذاتا طبقت اغراض بيتنا، جاهزين بكره الصباح بنطلع انا وانت وبنروح على البيت الجديد. كمان بيصير؟ قول يا رب. ادعي لربك ما يجونا اليوم كبسه. لا لا ابو شريف، لا ان شاء الله. انا بضل سهران اليوم. تسلم يا جاي الاتصال. الو. ايوه. شو معناها بتاخذ منه الموعد وبتروح على المكان اللي بدهن اياه، بس شرط تبعث لي اللوكيشن اول ما توصل. تمام، عم استناك. اول ما يوصلني اللوكيشن بكون عندك. حاول تلقعهم. اوكي، دير بالك حالك. مين؟ مشي معي مشي معي. مين؟ بعدين بفهمك. تعال. مين بالشباب؟ الله بشوف. شو؟ مين شاب؟ والله يا عبد سارة بدك تسأل السيف. صراحة والله ما بعرف قصته مثلي مثلكم، بس الكل اللي بعرفه انه هو وصلني لكاسر. ايوه، وانا بقول شو اللي وصلك لهالفصعون؟ هات لشوف يا معلم، احكي لنا شو بتعرف كمان عن محمد؟ ايه صحيح بعرف كل شيء عنه، بعرف مكانه، بس اكيد بعد ما صار هالقصة مع كاسر غير بيته وغير كل شيء، كاسر حكى له كل شيء. صح يا حبيبي، ماله غبي لهالدرجة لحتى يضل. على كل حال هلا ورايح انت مننا وفينا. طيب انا شلون بدي اقابل المعلم؟ شلون بدي اشوفه؟ لا تاكلوا الهم، رح تقابله يا حمش، لا تاكلوا الهم. ايوه طيب، مو مشكله. طيب خلينا نروح الله نشوف شغلنا يا معلم. حول يلا. شوف ان هذا هو الولد. ايه روح لعنده، روح غرفه، روح اعطيها. صار معك؟ لازمنا كتير. حلو، إلك لحالك؟ لا أنا ورفقاتي. قديش الكمية؟ ما بعرف ما بعرف، استنى ليجوا الشباب. تمام ماشي. لك صاحب؟ يا مشريك بسألك سؤال. سأل لعينك. شو اللي خلاك تنضم لنا للعصابة؟ والله يا غالي، الحاجة 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 هي اللي جبرتني. طب شريك احكي لي شو هي الحاجة اللي خلتك تدخل؟ المسلحة. المسلحة المسلحة جيبتك انت يا عرفة. ولك خرص اخ. ايديك لفولك. لا عم يا غدار، ولا حرف. ارفع ايديك فوق راسك، ولا حركة. شو صار معك؟ هذاك الكلب خرص. لا عم، معناتها بسرعة خلينا ناخذ هذا قبل ما يجيب البقية. قوم لك، قوم قوم واقف، قوم واقف. امشي قدامي، امشي. تمام انت طه. امشي لك، اديك نظارك، اديك نظارك. امشي لك كاسر، واقف عندك، واقف 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 ارضك. دير وشك، دير وشك. شو رح نعمل؟ ما فينا ناخذه على بيت منان. ها لك ما في داعي حمود ان ناخذه على بيت ابن عمي اللي حكيت لك عليه. حلو كثير، معناتها خلينا ناخذه لهونيك قبل ما يحسوا. بسرعه امشي. شو لك؟ امشي ولا حرف. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا ابو شريك. انا انزليت بحياتي كتير، انهنت كتير، انداس على كرامتي كتير يا ابو شريك. لهالسبب دخلت هالعصابه لحتى انا اهين واذل الناس. ايوه
طب احكي لي مين هن اللي نشل لك جوز عيونهم. شغله قديمه ولوها. لحظه مين المعلم؟ الو ايه معلم؟ امرك امرك معلم جاينا. ايش في احكي لي؟ ولا حرف. صوتك اذا بسمعه بقطع نفسك. عم تفهم؟ قديش بتقعد على اللون؟ يوم يومين ثلاثة سنة سنتين وبعدين بدي اطلع بروحك اخرتك. بروك عيطك احسن ما اجي اقطع نفسك. بروك بروك روح لجوا بروك. يلا ما بدي اسمع صوتك.